انت مش سامعني ولا معايا من اساسه. ليه بتقول كده يا حاج؟ هو عشان انا ساكت ما بتكلمش يعني ابقى مش سامعك؟ بالعكس انا ساكت عشان اسمعك. لو كنت سامعني حقيقي ما كنتش هتسكت، كنت هتتكلم وترد عليا وتقول كل اللي جواك. انما انت شاغل بالك بحاجه واحده بس من ساعه ما جينا، وهي انا ليه صممت اننا نيجي هنا. هقول لك ليه. انا يا ابني جبتك هنا عشان الكلام اللي زي ده ما ينفعش يتقال الا ما بين اربع حيطان وورا باب مقفول، بعيد عن عيون الناس وعن لسانهم اللي ما بيرحمش. ساعتها بقى كل واحد فينا هيقول اللي جوه قلبه، هيقول اللي مخبيه جواه من غير كسوف ولا قلق. شوف حاجة، أنا عاوز أقول لك حاجة. أنا بصراحة مش جاي عشان أتحاسب، أنا جاي عشان أشوف عاوزين، وأنا تحت أمرك في أي حاجة. وبعدين أنا ما غلطتش، وبعدين ما عملتش حاجة كمان غريبة عليكوا يعني. إذا كان وادي علي، وادي علي، اوعى تفتكر يا ابني ان حد هيلومك على الجواز. لا 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 ابدا ابدا. اقول لك، انا هقولها لك قبل انت ما تقولها لي. انت يا ابني عملت شرع الله، عملت شرع ربنا، وهتقول لي ابنك عملها قبلي اكتر من مره. انا هقول لك عندك حق، والمفروض بقى اني ما افتحش بوقي معاك ولا ارفع عيني فيك، لان اللي بيته من ازاز ما يحببش الناس بالطوب زي ما بيقولوا. لا يا علي يا ابني، انا مش جايبك هنا عشان اي حاجه من دي. ما جايبني ليه يا حاج؟ جايبني عشان تفكرني بالشقه اللي انتوا كنتوا جايبينها لبنتكم، ولا بالفلوس اللي كان بيديها لها فواز كل شهر من ورايا، ولا يمكن عشان تقتتوني عشان اتجوزت خدامه مش من مقام بنتكم؟ لا يا علي، ولا عشان كده كمان. انا يا ابني جايبك هنا عشان اسالك سؤال واحد بس. علي، راح فين الحب اللي بينك وعلي؟ قول لي راح فين؟ انت يا ابني لما جيت عشان تتجوز حياة بنتي انا وافقت عليك قبل ما اسألها، عارف ايه؟ عشان شفت في عينيك وحسيت من صوتك قد ايه انت بتحبها. ساعتها انا صليت ركعتين شكر لله، لان طول عمري بدعي ربنا ان يرزق بنتي بواحد يكون بيحبها. مش مهم يكون عنده ايه، ما عندوش ايه، لا 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 خالص. قول لي يا علي، راح فين الحب ده كله وانت بتتجوز عليها يا علي؟ مش عارف والله، مش عارف. انا نفسي بقيت محتار في نفسي، بعمل حاجات عمري ما اتصورت اني اعملها، ولا خطرت على بالي اني اعملها، ولا نفسي مبسوط ولا بعرف. حبيت الكتب، بقيت اشتري كتب واقرا كتب. حبيت الورد، حبيت وانا بقدم الورد تعمل حاله كده. حبيت المفاجآت وبقيت بعملها. والاغرب من كل ده اني بقيتش عارف اتعامل في البيت. مع ان الاجابه واضحه قوي يا اخي، والحكايه مش محتاجه كل الحيره اللي انت فيها دي. انت بمنتهى البساطه بتحب يا فواز. بحب، انا طول عمري بحبها، وكل واحده اتجوزتها حبتها. اشمعنى دي يعني؟ طب انا عايز اسالك سؤال بس ترد عليا بصراحه. اسال. انت عمرك حسيت انك ظلمت واحده فيهم؟ انت ليه بتتعامل معايا على ان انا بعمل حاجه غلط؟ انا ما بحسبهاش كده، ولا واحده من اللي اتجوزتهم حسبوها كده.
عارف ليه؟ لأن كل واحدة فيهم عارفة من جواها إني بعمل كل اللي أقدر عليه عشان أساعدها. وعلى فكرة بقى، أنت لو سألت أي واحدة، أي واحدة، تقول لها تحب تكوني الزوجة الوحيدة في حياة راجل ما بيسعدكيش ولا بيسعى ويعمل مجهود إنه يساعدك، ولا تبقي الزوجة التانية أو التالتة أو الرابعة مع راجل، راجل بيعمل كل المجهود وكل اللي يقدر عليه عشان يساعدك ويحسسك بالنصر. أنا متأكد إن هي تختار السعادة. ويا ترى اللي أنت بتحكي عنها كل ده وحاسس ناحيتها بكل الأحاسيس دي، تعرف بقى إنها هتبقى الزوجة الرابعة؟ أكيد هتعرف. ماما وحشتني قوي يا ماما أنهار. معلش يا حبيبتي، بكرة هتيجي وتقعد معاكي وتطمن عليكم. هي راحت إنه سابتني لوحدي كده. إيه سابتني لوحدي دي؟ ما إحنا كلنا هو مع بعض. وبعدين خليني بقى أعرف أصرح لك شعرك الحلو ده. أنهار أنت شايلة مني في حاجة يا أنهار؟ أنا لا شايلة منك ولا من غيرك. أمال ليه بتعامليني وحش كده ومش طايقة لي كلمة؟ ما البيت كله مش طايق بعضه. جت عليا أنا؟ استغفر الله. أنهار على فكرة أنت أكتر واحدة عارفة إن أنا ماليش أي ذنب في اللي الحاج عمله مع هدى. لو سمحتي أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده بالذات قدام البنت. هي مش ناقصة. ولا أنا ناقصة. ولا بقيت قادرة أستحمل أصلا العيشة في البيت ده. العيشة دي أنت اللي اخترتيها وأنت عارفة إن فيها غيرك. ودينا اهو بنتسرسب واحده ورا الثانيه، والله اعلم مين عليه الدور. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اسم الله عليكم يا اختي منك ليها، قاعدين تتسعروا وتتسامروا زي ما يكون حبايب. ما بطلوا كذب بقى وتفوقوا نفسكم يا بنتي. هبله مالك داخله علينا بزعبيبك كده؟ انا بقول لك يا استا انهار، كان عندي يا اختي سؤال كده محشور جوه هنا في معميقي. انت يا اختي واخدالي البت في حضنك كده وعاملالي الحنينه، هو انت هتفوقي من الدور ده امتى؟ ها روحي يا حبيبتي اطلعي فوق نامي مع اخواتك. حاضر. روحي يا حبيبتي، روحي يا حبيبتي، اسمعي كلام مامتك انهار يا حبيبتي. سميحه مش فايقالك ولا رايقالك. ولا انا طايقاكي، ولا طايقه العيشه باللي عايشينها، ولا طايقه المزغوده دي اللي دخلتها علينا دخلت الشوم والندامه. يا اختي يا اختي يا رب ارحمنا يا رب، عمالين نهنن وندادي وفي الاخر حنن هنترمي في الشارع كلنا رميه الكلابه، والهرب هي اللي هتربي لنا عيالنا مقلب كبير. انت يا بنتي يا هبله شاربه حاجه؟ اه شاربه يا اختي. لا انا ما قلتلكيش شاربه يا اختي المر من كعاني، او النعمه الشريفه شاربه المر من كعاني مع راجل عينه زايغه ونسوان هفق راضيه بالمنطشه وقله القيمه. ما هو احنا لو نسوان نسوان صح يعني ما كناش قبلنا نعيش مع راجل كل شويه عمال يلطش فينا. احنا لو نسوان بجد كنا وقفنا له وقفه واحده خليه يتكتم بقى. وانت عايزانا يعني نعمل ايه يعني يا سميح؟ وانت يا اختي مش كنتي صاحبه الشوره السوداء اللي احنا فيها دلوقتي؟ عندك حق ونبي يا انهار. وبعدين يا اختي مالك كده؟ ما انت رضيتي بنفس الوضع اللي انا رضيت بيه وقبل انا كمان ما ادخل العيله دي، وانت قابله على نفسك الوضع ده. جايه دلوقتي تبكتيني ليه يا اختي وعايزه تشيليني الجمل بمحمل؟ يا اختي نقول دور يقولوا احلبوه. بقول لك الذنب هيبقى في رقبتنا كلنا لو سكتنا له. بقول لك ايه؟ هو مش واقف لاخته؟ نقف له كلنا. نقف له يعني نعمل له يعني يا ميحه؟ نقف له يا اختي ونعلق له المشنقه احنا كلنا، ولا نقف نعمل ايه؟ يا اختي هو نعمل اي حاجه؟ اي حاجه بدل ما يجيب لنا واحده تطب على قلبنا وتسكتنا. بقول لك يا بنتي يا سميحه اعمليها واحنا معاكي. بصراحه بقى انا مش مرتاحه للراجل ده، مش عارفه، انا بقول لك احساسي وخلاص. احساسك ده لازم يتبني على معلومه. من غير معلومات، الراجل ده شكله مريب وغريب، وانا اول مره اشوفك بالضعف ده قصاد حد. ضعف؟ ضعف ايه؟ انا من حق افكر. ومديكي فرصه تفكري، ده محوطك في كل مكان وشغلك طول الوقت. ولا انت فاكره بقى اني مش حاسه بيكي؟ ولا ما بشوفكيش بالليل وانت في اوضتك محتاره وسرحانه كده؟ مش يمكن لقيت معاه الحاجه اللي كنت بدور عليها؟ اه اعترفي بقى انك حبيتيه. حبيته؟ ايوه ما تحاوليش تخبي، دي حاجه باينه في كل تصرفاتك يا كمال. ونفرض يعني هي دي حاجه وحشه؟ الاهم من الحب الراحه. انتي حاسه ان انا مش هلاقي راحتي معاه؟ انا خايفه عليكي عشان اول مره اشوفك مخطوفه كده. انا
عارف طبعا كان المفروض انتظر تليفون حضرتك، او يعني على الاقل اخد ميعاد قبل ما يجي، ولو جيت ما يبقاش بدري قوي كده، انما انا يعني كل اللي عملته غلط. انما انا لقيت نفسي مش قادر الحقيقه، وقلت في بالي الله ما خير البر عاجله، وطالما احنا نيتنا خير والقلب هنا نضيف ومسلمينها لله، يبقى ليه نستنى وليه نتاخر اي حاجه؟ واكيد حضرتك هتعذرني يعني على اي لخبطه لما تراعي حالتي ولا ايه؟ ها؟ عشان كده انا ما رضيتش ان احنا نقعد في الصالون، انا قلت اخليك تشاركني ساعه الصبحيه هنا عشان تتكلم براحتك بدون رسميات ولا مقدمات. انا عايز اتجوز كاملة. صباح الخير. يا صباح الورد. بسم الله. اعتقد انك سمعتي طلب الاستاذ فواز، يا ترى عندك رد عليه ولا عايزه وقت تفكري؟ وقت ده ايه؟ ما بقالها شهر بتفكر. يا ابني الحاجات دي ما بتتاخدش كده، والكلام ده ما يتقالش على الصبح كده. انا لا ليا في كده ولا في كده، انا راجل دغري واللي في قلبي ما يخبيهوش لساني، طالما ماشي بما يرضي الله وانا جاي طالب حلال ربنا، مش مهم بقى امتى وفين والحاجات دي. نسمي ونقول بسم الله ونقرا الفاتحه. يا فواز مفيش حاجه اسمها كده. لو انا غلطان سياده المستشار يغلطني. لا انت مش غلطان، انت مستعجل. سبحان الله ولا اله الا الله، واستنى ليه؟ استنى ليه؟ أنا راجل طالب الحلال وماشي دغري، أستنى ليه؟ أنا بقالي كام يوم بصلي استخارة وبدعي قبل ما أنام، صحيت النهاردة لقيت نفسي جاي على هنا من غير حواجز ومن غير كلاكيع ولا عقد، قلت خلاص نرجع بقى لأصلنا ونخلي البساط أحمدي ونفك نطلع اللي جوانا من غير ترتيب ولا زواقة. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيولف القلوب على بعضها وبيرمي فيها كده المحبة من غير حساب. ودي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، وأنا عمري ما اتبطرت على نعمة من نعم ربنا، وبعدين أنا راجل جاي مدد إيدي بالخير وبتمنى الرضا، بتمنى الرضا. نقول بسم الله ونقرا الفاتحة. وكلي مش حافظاها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في هذا النص القرآني العظيم يبين المولى تبارك وتعالى عمق العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، حيث قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس هو ما يستر بداخله، فإذا كان حال اللباس أنه يستر ما بداخله، فكذلك جعل الله تعالى المرأة ستراً لزوجها، وجعل الرجل ستراً لزوجته، وجعل كل منهما يعصم الآخر من الوقوع في الرذيلة. ابويا فين؟ لسه ما رجعش، ما انت عارفه ما بيرجعش دلوقتي. خشي بالله. وبرده الاحتياط واجب. مالك كده داخله متسحبه وعماله توشوشيني؟ في ايه؟ هطق الجنابي، خلاص زهقت. ليه تاني؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، وهي دي المصيبه. هو لسه برده واخد جنب ولا ايه؟ كانت خلاص رجله قربت تيجي في الخيه. بس مين حال الله الحربايه انهار، هي والحربايه الصغيره التانيه دي.
نقبر وفي الليله بوظوها لي. طب مش هتقولي لي بقى يا سميحه انت جايه كده ومخبيه ايه في الشنطه دي؟ هقول لك بس حسك عينك حد يشم خبر. ها عيب عليكي، ده انا نعمه حبيبتك برضه. ايه بقى اللي في الشنطه؟ ازازه من اللي بتلطش مع سجارتين حلوين من بتوعك وشويه مزيكا ونقوم ننفض العمل اللي على جسمنا. يا خبر اسود يا سميحه، خمره؟ يخرب بيتك هتفضحيني، ده انا بقول لك صحه الشرف ما تروحي تقولي الجيران. ده واين واين نبيل ده عارفه ايه؟ فاتح شهيه كده. قومي يا بنت قومي، هاتي كوبايتين يلا قومي، وتعبسي الباب كويس واوعي تفتحي بقك وانا هظبطك، هتبقى ليله عسل. هدى انهار، وانا يا اختي عماله اشبه واقول هتشاور ولا تسلم، انت ايه اللي جابك هنا؟ مش عارفه. وحشتيني يا انهار، طمنيني بناتي عاملين ايه؟ كويسين يا اختي، مش ناقصهم اي حاجه غير انهم يشوفوكي. حكم القوي بقى الحاجه فواز عمره ما منعك تيجي تشوفي بناتك. انا كل يا اختي ما اروح اشوفهم يسالوني ابقى مش عارفه اقول لهم ايه. النصيب يا هدى. المهم قولي لي انت عامله ايه في دنيتك؟ بحضر دروس وبدي دروس وعايشه مع امي، يعني حامل. بس انت غريبه، حضرتي النهارده الدرس وانا كنت ياما بتحايل عليكي تحضري معايا. مش عارفه حسيت كده يا اختي زي ما كنا بعدت عن ربنا شويه، قلت اقرب اسمع حاجه يمكن تنفعني. مالك يا انهار؟ في حاجه مزعلاكي؟ تعرفي كل ما بسمع صوت آية ولا صوت القرآن في التلفزيون ولا حتى صوت الأذان بحس قد إيه ربنا حنين علينا. بحس يا أختي زي ما كنت بغسل روحي، بغسل نفسي من جوه من كل اللي بنشوفه في دنيتنا دي. لا 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 لا، مالك يا نهار؟ أنت فيكي حاجة غريبة النهاردة، فيكي إيه يا أختي؟ احكيلي. انت عارفه ان انا كنت عارفه معنى الكوابيس اللي كانت بتجيلك، بس كنت بخاف اقولك، كنت بخاف. ما هي اتفسرت يا اختي، واللي حصل حصل وترميت في الشارع. يمكن ما كنتش خايفه عليكي قد ما كنت خايفه على نفسي، وكل ما باجي اقولك بخاف يا اختي حاسه زي ما يكون كاس وداير علينا كلنا. لا يا انهار، انت غيرنا خالص، انت عنده حاجة تانية. لا، اللي بترخص روحها ما بيبقاش ليها تمن عند حد، صدقيني. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي Shut up.
شرس جربوني حاسه بدماغي بتاكلني. حلاوة بالقشطة هتجيبنا على سجارة بني حاسة ان دماغي بتاكلني. انا شعر بسجارة بني حاسة ان دماغي بتاكلني. ايه الهبل اللي انت فيه ده يا بنتي يا سميح؟ خربت مخك. البنت شاربة ايه؟ سجارة بني حاسة ان دماغي بتاكلني. انا شعر بسجارة بني. بنت يخرب بيتك يا بنت فوقي. أحبوش يا حاجة أحبوش أحبوش تتشلي. إيه يا عزني إيه حاجك يا ستي؟ يخرب بيتك فوقي ده لو شافك كده هيتبعك. يا نهار أسود البنت هتطلع لازم تتصرف. فكري في حياتي. أنا مش عارف ايه بتدور على ايه؟ مش عارف بتاعك فين؟ مش عارف راحت فين؟ بتاعت ايه؟ يا ابني ما تخلص بقى، انت مش جايبني على مال وشي وقلت لي اننا متاخرين، كان لازمتها ايه الهواجه دي طيب؟ انا اكتر حاجه بتنرفزني ما اكون شايل حاجه بايدي وما لقاهاش، هتجنن. طب يا ابني بس ريحني وقول لي بتدور على ايه؟ اهي لقيتها. بتاعت مين دي؟ بطاقة أنا يا حاج. طب وليه مخبيها هنا مش شايلها معاك؟ يا حاج دي بطاقة الظروف واللزوم. يعني إيه بطاقة الظروف واللزوم؟ يعني دي يا حاج اللي مكتوب في الحالة الاجتماعية أعزب. آه لسه شايلها معاك يا ابني؟ مش بقول لك بتنفع يا حاج، مهمة جدا. والله أنا خايف عليك من آخرة ده كله يا فواز. آخرته فل إن شاء الله. المهم احنا نروح نجهز كده ونستعد للانطلاق يا حاج. يلا. رفاعه وبني Thank you.
يا غندور يا متشغلة يا ابو عين دايخة. في ايه يا سعادتي جنانتي؟ هو انت لسه شفت جنان؟ مين دي؟ ايه دي؟ صورة، صورة لقيتها في جيبك يا متساهوي. معرفهاش. ما تعرفش الصورة دي مين؟ انا بقى هفضل وراك لغاية ما تفتكر وتقول. انت يا شحاتة احسن لك. انت قول يا سعاد. الست دي مين؟ معرفهاش. لا قول، اشيل عمرك احسن لك يا شحاتة. الحقوني استلقى وعدك. يا لهوي يا لهوي. طيب طيب. صورة مين اللي بتقول عليها دي يا سعاد؟ صورة واحدة ست كانت في جيبه وهو بينكر. قولي يا سعاد كمان قولي، ده انا حكلت اهل سودا. بتنكر ليه يا شحاته؟ معرفهاش. احنا اللي نتعمل فانيلات ولا اختنا تركب دش؟ قولي يا شحاته مين يا شحاته؟ معرفهاش. شكله مش خايف منكم خالص. لا ولا عامل لكم حتى حساب. يا لهوي ابلعوا التسخين. بس يا جماعه سيبهولي، شحاته حد طيوب ولزوز وحبوب. ما ترجع يا عم وخلص. مين في الصوره دي؟ معرفهاش. باين عليكم مش مالين عليه خالص خالص، ومستهيفكم كمان. الحقيني يا سعادة اقتلوني. اعدلهولي بقى. ايوه كده انت يا شحاته. كده يا سعاد؟ حاضر. الست اللي في الصوره دي انا اعرفها ومتجوزها. وروح يا سعاد وانت طالق. يا حياتي يا بنتي، اللي بتعمليه في نفسك ده عمره ما هيحل المشكله، ده هيعقدها اكتر. العقده بقت بشنيطه يا خالتي وملهاش فكه، وهو اللي لف الحبل حوالين رقبته لما بعني، وانا بقى اللي يجي على كرامتي ما يلزمنيش. وهو يعني مروحك الشغل هو اللي هيردلك كرامتك؟ اقل مفيش غل الاقي حاجه اعملها. يا بنتي العين ده اخرته ندم والم عمرك ما هتقدري تستحمليهم. فكري كويس يا حياه، فكري ان مروحك الشغل وبعدك عن جوزك هما اللي خلاها يعمل فيكي العمله السودا دي. ما تضحكيش عليا ولا على نفسك يا خالتي، اللي عاوز يعمل حاجه ما بيستناش حجه، وده بقى بعملته السودا بان على حقيقته، كشف اصله الواطي اللي خلاه يرفس النعمة برجليه، واللي زي ده بقى ما يدخلش ذمتي بنكلة، وأقل حق ليا إن أنا أتطلق منه. آه ياني، آه يا نافوخي اللي هطرشة ياني، آه يا صغيرة على الوجع يا سميحة ياني، يا حلوة وخسارة في الوجع يا سميحة ياني. يا سميحة كفاية يا سميحة، صدعت مالك يا سميحة؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ بشعر يا اختي، بحاول اسجع بجود، يمكن دماغي اللي مش علينا ورطة ده شوية. اه ياني جرايبة، انت بتضحكي عليا دلوقتي؟ بس بصراحة شكلك يضحك. ماله شكلي؟ انا نوصة عين امك. ايوه يضحك، وبعدين انا هنبح ولا ايه مالك؟ لا يا حبيبتي، اذا كنت عايزه تشوفي القباحه هوريك انا بقى قباحه سميحه اللي على اصولها. يا ستي ومش عايزه اشوفها يا ستي، انت بتزقي ليه دلوقتي مالك يا سميح؟ جرايه بيت اسكيوز مي، يعني انت جايه تقعدي معايا ليه؟ جايه تعصبيه وخلاص؟ لا اكسكوز انت بقى، انا جايه اقعد معاكي يا اختي عشان اسليكي واروقك كده ونروق دماغ بعضنا احنا الاثنين. وبعدين انا كنت عايزه اسالك على حاجه كده، يعني انا كان نفسي اعرف انت كنت ضاربه ايه ليلتها؟ اصل يا بنت دمك كان زي العسل، وايه كنت عاليه 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 عاليه. تعالى اقول لك، انت شكلك بنت لذيذه كده وهتيجي معايا. انا كنت ضاربه ازازه كده يا بنت جديده من نوعها، على راي الواد الممثل التعم ده اللي ما عندوش شعر ساعات وعنده شعر ساعات، احمد مكي ده، زجاجه من الجعه. الجعه دي بقى بتسلطنك، بتخليكي تحسي كده ان انت تحسي. اه ايه بقى؟ ايه انت؟ ايه اللي مقعدك هنا؟ انت مالك؟ انت شاربه ايه ولا مش شاربه؟ انت هتاخدي وتدي معايا وتصاحبيني؟ قومي يا بت، قومي من هنا، انت عايزاني اخرلك ولا ايه؟ يلا هنقل ادبنا تاني. صدق انا غلطانه، ده انا لسه مخلصاكي من ايد الحاج يا وليه، يعني مفيش كام ساعه. حرام عليكي حرام عليكي، ده انا انقذتك من ايده، ده كان هيطين عيشتك ويطين عيشتنا كلنا معاكي. حاج حوش الحاج يا اختي، انا ما بخافش من حجاج، ده انا سميحه والاجر على الله. طب ايه رايك بقى يا سميحه والاجر على الله، ما تعالي ستك شويه كمان عشان نلاقي الحاج نازل لنا من فوق يروقنا انا وانت. يا نهار اسود، هو لسه فوق؟ هو يا اختي هنا لسه قاعد مع ست انهار. انهار قلتيلي؟
نهار النونه النونه يا اختي اللي عايزه تاخده على حجرها وتطفشنا بس ورحمه امي ما انا منولها لك يا انهار لابد على قلبك كده. ماشي ماشي بس انا كنت عايزاكي تفتكري عربون المحبه اللي انا قدمته امبارح وعايزاكي بقى كده تاخديني على حجرك وتعتبريني صاحبتك نبقى اخوات في بعضينا. عربون اللي بتتكلمي عليه نهار اسود مالك يا وليه انت دماغك ضربت من البتاع اللي بتشربيه امبارح مش لسه انا مخلصاكي؟ هي من ناحيه جدعانه فكانت حركه جدعانه فعلا بس اسكيوز مي يعني هي مش غريبه عليكي شويه؟ هتعرفي بس قولي لي بقى كنتي ضربه ايه يا سكر انت؟ حبيتش اقول لك لما يحصل بصراحه ما كنتش ضامن انها تولي يا اصلها من الجماعه الحنجوري بيحكوا وبيرغوا وبيهاتوا في حواديت النخبة إنما أول ما حصل قلت أنا لازم تعرف أنا ما أقدرش أخبي عليك حاجة أنا لو خبيت على الدنيا كلها ما أقدرش أخبي عنك أنت أنا بحس إن كم بلاقي نفسي جاري في حضنك ورامي نفسي في حضنك ما أعرفش داري عملتي عملتي عمل أنت عاملني عمل ولا ايه؟ لا انا اتسرعت ممكن اكون اتسرعت ولو اتسرعت قوليلي واجب عليك انك تقوليلي انا ياما مشيت في مشاوير واصريت اني امشي فيها ودخلت في الاخر في حيطه مفيش غيرك انت يا ولدها في الاخر تاخديني في حضنك وتشيلي همي لو انت شايفه ان ده غلط قولي لي يا فواز ما تعملش كده مش هعمل كده انت ست البيت ومن حقك تقرري اي حاجه في البيت ده انا ملكك يا نهار لو عايزه تفكري او مش عايزه تفكري السلام عليكم فوز عيون فوز الاوضه الرابعه شغلها دليل تحب انقلها في اوضه هدى ونفضي الاوضه الرابعه زي العاده لسه بدري يا حبيبتي لسه بدري قوي على الحكايه دي ما نشوف لسه هنعملها ولا مش هنعملها ولا هنوصل لايه يعني وبعدين في الاخر ده بيتك انت صاحبة القرار اللي انت شايفاه صح اعملي محدش هيعدل عليك انت ست البيت باللي فيه والكلام ده بجد يا ماما